نعم بكير كان هذا طفل من واد سوف تابع لفرقة الكشافة في مقطع طريف جدا صنع ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي تداول على نطاق واسع. نعم. بكير نعم المخيمات الصيفية للكشافة الجزائرية. نعم. في احدى خرجاتهم يعني اظن نحو تونس هذا الطفل من واد سوف. نعم. غنية والمشهورة بكل منتوجات على غير. نعم. التمر هو بطريقة بسيطة ظريفة استطاع ان يسوق للمنتوج الجزائري. نعم. حتى انه الفيديو تنقلته كبرى القنوات. نعم كبرى القنوات. وبكير الجميل في الاغاني التي تكون في هذه الخرجات وتكون في المخيمات الصيفية انها تحاكي التراث. نعم. تحاكي اصالة المجتمعات تحاكي التقاليد. وحتى انه بكير في وقت مضى يعني في وقت ماضي كانوا لما يكونوا في عملية الحرف لما يكونوا في عملية الدرس لما. نعم. يكونوا في عملية الحصاد دائما كاين أغاني شعبية. نعم. تتداولها الأمهات والجدات تعكس دائما الموروث. نعم. الثقافي والاجتماعي اللي تسخر به الجزائر. نعم والطفل بريء يعني بعفوية بكلام. نعم. بسيط استطاع أن يوصل المنتوج الجزائري. نعم. إلى العالمية. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.